إذن إخواني السلام عليكم، لا زالت قناة شوف تي في هنا بهذه القرية، هذه القرية قرية الظلام، قرية التهميش، قرية اللامبالاة. إخواني ربما حقائق صادمة غادي نحاول نكشفوها، لأن بطلب من مجموعة من هاد الشرفاء شباب المدينة، شباب القرية اللي راه لا زال لحد الساعة منذ اختفاء بنتنا نعيمة لا زال في حالة ما مولفش هذا الخبر الصاعقه. ناس طيبين، ناس شرفاء، ها هي العائله، هذا اخ المرحومه، هذا اخ الم... أخ... عفوا اخ المرحومه، هذا اخ الملاك اللي التحقات بالرفيق الاعلى. شنو بغاو الذنب ديالها؟ غادي نحاولوا نشوفوا اخواني شنو بغات تقول لنا هذه العائله، شنو بغات تقول لنا هذه العائله. وربما اخواني شفتوا اللايف كان تقطع، لان لازلنا نتعرض لبعض المضايقات. نحمل السلامه الصحيه والجسديه لكل المسؤولين ديالنا، لان جينا باش نوصلوا بكل مصداقيه وبانسانيه، واعمالنا تطوعيه ومجانيه. تنتمناو الله اللي غادي يخلصنا، تنتمناو الروح ديال نعيمه انها تعرف وتحس وهي بجانب الله ملاك الحمد لله، بأن عندها خوتها المغاربة، بأن لا فرق ما بين ابن المغرب العميق أو الداخل، كلنا مغاربة. نقول للعالم بأن التوابي تاج فوق الرؤوس ديالنا، الملكية والعقيدة والوحدة الترابية. أخي المتتبع، أقول للعالم بأن كانت معاناة عند أختي نعيمة، عند بنتي نعيمة، هنا كانت تعيش هذه البنت وسط الأحجار، وسط السوق، وسط الجبال، في غياب الإنارة، في غياب الماء، في غياب الضوء، في غياب الكل. فلترتاح روحك يا نعيمة، فارتاح يا نعيمة. ربما هذا الروح ديال نعيمة سوف غادي تبين شي حقائق ربما اللي ما قدتش الساكنة باش تقولها. حان الوقت والحمد لله، قناة شوف تيفي غادي نشوفوا شهادة بالمباشر لكل شرفاء هذه المدينة حول ما قامت به شوف تيفي، وانا عايش معهم كعائلة. تفضل استاذ، كلمة في حق قناة شوف تيفي، وكلمة في حق ما نتعرض له من مضايقات. بسم الله الرحمن الرحيم. سي حميد، احنا معك قلبا وقالبا، روحنا معك، وكذلك يعني صحتك وسلامتك الجسدية يعني في حمايتنا. نحن معك سي حميد، تنشكر شوف تيفي على ما بذلته من مجهودات قلت، وما بذلته من اجتهاد من اجل الوصول الى حقائق على على جميع الاصعده، فنشكرها في شخصي السي حميد العقاوي. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا السي حميد. غير اللي قبل يعني ما نرجع للسي حميد، واحد سابقا توجيه بالنداء للدرك الملكي. حنا كنشكروا الدرك الملكي، كنشكروا السلطات المحليه، الله يجازيهم بخير انهم قاموا بمجموعه من مجهودات، سواء في بداية الاختطاف أو خاصة في هذه الآونة الأخيرة، وهي اللي كشفت المستور وكشفت عن الجاني. فالحمد لله الآن أننا وصلنا نصف الجواب، ينقصنا نصف الآخر، وهو أن تكتشف هذه الشبكة، هذا اللوبي الذي يفعل بأطفالنا وفلدات أكبادنا بهذه الطريقة، تقطيعها إرابا إرابا، تقطيعها بشكل وحشي، بشكل وحشي وبشكل حيواني. قلت بل الحيوانات والوحوش أرحم من هذا الإنسان، بل الحيوانات والوحوش تتبرأ من أفعالنا وأفعال هؤلاء. بالتالي أيها الإخوة، نداء كذلك للآباء والأمهات أن يحموا أطفالهم، أن يرعوا أبناءهم في ظل هذه الظروف العصيبة التي نعيشها وتعيشها هذه المناطق ككل، من تهميش على ما يخص البنية التحتية، من تهميش خاصة على جميع الأصعدة. صحيح أن نحن اليوم في ظلام، بمعنى هناك يعني توزيع قلت للمصابيح بشكل يعني عشوائي، ثم كذلك هناك مصابيح غير كافية، فعلى الجهات المسؤولة الاجتهاد من أجل يعني تحقيق طيب هذه الأمور، ويعني أن تحقق هذه الأمور ضوءا. فعلى جميع المسؤولين أن يبادروا كل حسب مسؤوليته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فمن رعانا يجب أن يقوم بمهامه، سواء قلت الناحية المادية، سواء الناحية العلمية، سواء الناحية الصحية. غادي نرجع لهذا الجهة ديال الكنوز. الكنوز في الحقيقة تنشكر يعني قناة تي في اللي هي بينت مجموعة من الحقائق اللي يعني تتجلى في الحفر اللي تتعانيها جميع المناطق، واللي هي تتمشي فيها فلادات أكبادنا.